ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب نادر جدا اسمه البيوس الروم. اولا تاريخ النوع، بتنحدر سلالته من فرنسا وبيرجع تاريخ السلالة تقريبا لسنة 1830. ثانيا شكل النوع، شكله بيشبه جدا الروتوايلر والدوبرمان، وهو كان احد الانواع اللي دخلت في تهجين الدوبرمان. لونه بيكون اسود في بني او رصاصي في اسود، شعرته قصيرة ولكن كثيفة، بيتراوح ارتفاع النوع من 61 ل 70 سنتي، ووزنه بيتراوح من 30 ل 38 كيلوغرام. بيتميز النوع ده بالدبل دي كلو، او انه بيكون عنده صبعين زيادة في ايده الاماميين. ثالثا استخدامات النوع، كان بيستخدم زمان لاغراض الرعي ولكن حاليا متعدد الاغراض، فبجانب الرعي بيستخدم كمان ككلب حراسة وايضا كلب مساعدة العمي ومساعدة المرضى النفسيين ومرضى الصرع. رابعا سلوك النوع، كلب ذكي جدا جدا، هادي ووفي وعنده شراسة فطرية ولكن مش بزيادة، سريع التعلم والاستيعاب، صاحب الشخص الواحد، ومن الكلاب اللي بتمشي وراك زي دلك تقريبا طول الوقت ومش بتسيبك. خامسا رأي الشخص، لو عايز صاحب معاك في اي حاجة يحميك ويحبك ويكون نوعه نادر ومش منتشر كتير ويحميك انت وعيلتك ويكون مش بينبح كتير، فالبيوس الروم كلب مناسب جدا ليك. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.